أصمد وأنا سليم. أصمد وأنا سليم. قاتلوا هذا سليم. قاتلوا هذا سليم. النصر ينقلب إلى هزيمة، فكيف؟ شيء لا يصدقه العقل. بعد أن هزمناهم يتماسكون، وبعد أن تبددوا يتجمعون. انظر، هوازن تتراجع، هوازن تخترق. فلنفعل شيئا يا مالك، فلنفعل شيئا أو كانت الهزيمة. فرساننا يولد الأحمر. إذن علينا أن ننسحب. مرض الانسحاب. مرض الانسحاب. ولنرجع إلى مضيقنا، نطلب صفوفنا ونكر عليهم مرة ثانية. هوازن انسحاب، هوازن انسحاب. وانتظلت كيف كي تحمي المؤخرة. هوازن انسحاب. هيا انسحبوا، هيا. يا خالد بن الوليد، الحقوا بهوازن فلا تدعوها تفلت. أين خالد؟ لم أسمع صوته. خالد، خالد، يا رسول الله، يا رسول الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أبا عامر، يقول رسول الله: سر بفرسانك إلى معسكر الأعداء في أوطان. كالصقور سنعبر المضيق وننقض عليهم. لا يا أبا عامر، يقول رسول الله: لا تدخل الوادي، اذهب من هذا الطريق في خط مستقيم، فتبغتهم شر مباغته. السمع والطاعة لرسول الله. إلى أوطاس يا أنصار الله. إلى أوطاس يا أنصار الله. يقول رسول الله: خالد لا يقتل ولا ينشر، إنه سيف
سله الله على الكافرين وسيف سله الله لا يغمس. اذهبوا وابحثوا عنه، اذهبوا وابحثوا عنه. خالد الحي. الحمد لله. حي خالد الحي باكر على أعدائه. كيف وجدتني يا أبا عبيدة؟ قد أمرنا رسول الله بالبحث عنك، وقد علم أننا افتقدناك عند المضيق، وقال خالد سيف سله الله على الكافرين وسيف سله الله لا يغمد. صدقت يا رسول الله، صدقت. هيا هيا يا خالد. لك أنك نفخت الروح في قلبي من جديد يا رسول الله. هيا يا أبا عبيدة. هيا يا خالد. هيا هيا يا رجال. الحمد لله، الحمد لله. خالد حي، خالد حي، خالد حي يا رسول الله. خالد حي يا رسول الله. ماذا فعلت يا خالد؟ ما كان ينبغي أن تعود إلى القتال، ويعود جرحك إلى النسف. والله ما أتوقف عن قتال هوازن وثقيف حتى لو لك الجروح كلها فداء لك يا رسول الله. أرجو أن لا نحتاج إلى ضرب أو حرب، لقد هزمت هوازن وانتهى أمر مالك. آه من مالك، فاجأني. كيف هذا وأنت الذي تفاجئ الناس؟ هي غلطة يا أبا عبيدة ولن تتكرر أبدا. غلطة كادت تودي بحياتك، فانهض الآن، انهض يا سيف الله ورسول الله مبارك. أما زلت تريد أن تدرك ثأرك من محمد؟ وقد قلت إنها الهزيمة المنكرة، بل كنت تذهب إليه شاهرا سيفك. إذن لكانت الطامة الكبرى، ولكان رأسك ما زال يتدحرج حتى الساعة. لكأنك صرت من أتباع محمد. لعله خائف على دروعه وسلاحه. لا، لست خائفا، ولكن لما لا أصير من أتباعه؟ ولم أرى منه إلا السماحة والكرم والعفو عند المقدرة. ألم يكن باستطاعته أن يقتلنا جميعا؟ بلى ورب الكعبة. ألم يكرمك يا صخر حين قال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن؟ بلى بلى والرحمن. ألم يكن معنا جميعا الحليم الحكيم واسع الصدر؟ بلى بلى. وها هو ده يظهره الله على أعدائه، بل وينصره في كل معركة حتى بعد أن ينهزم أتباعه، أليس كذلك يا صقر؟ بلى بلى. إذن والله لهو نبي، وقد آن الأوان أن نؤمن به جميعا، فما خاب من سار وراء رسول الله. يا قوم، إني أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، وإني ذاهب إليه، فمن أراد منكما أن يلحق بي فليتبعني.
نشيطا معاك. شفيت ببركة رسول الله يا أبا الفضل. الحمد لله. إذن تنطلق على بركة الله. ينطلق ينطلق إلهي. يقول رسول الله قد قضي على هوازن، ننطلق إلى ثقيف مع الفجر. نجهز الجيش. هيا. ثقيف ما زالت صامدة. أو تحسب ذلك؟ مالك اسمعني أرجوك. ثقيف تحمي المؤخرة ونحن انسحبنا باتجاه المضيق، فإما أن ثقيفا ردت محمدا وأتباعه، وإما وهو الأرجح أنزلت به الهزيمة. الهزيمة؟ سأذبح 10 إبل للعزة وأنا 10. الخزي والعار، الخزي والعار، الخزي والعار. يا مالك الخزي والعار. هزيمة شنعاء يا سبيح، هزيمة مريعة. هزمت ثقيف، هزمت ثقيف. أين هي؟ أين الفلول؟ لم نرى أحدا من ثقيف. أين؟ قد قصدوا الطائف، تفرقوا بددا وكلهم يجري إلى الطائف. الطائف؟ يا لثقيف، فعلتها ثقيف. فما الذي ترى يا سبيع؟ والله لا أرى إلا ثقيفا لا تريد قتالا، لا تريد قتالا. إن كانت ثقيف كذلك فهوازن تريد القتال. وعدة تقاتل؟ إذن المعركة خاسرة. خاسرة وأنا أمسك بهذا المضيق؟ خاسرة ومعسكرنا آمن؟ لا لا تخشى شيئا يا سبيع، المسلمون قادمون، المسلمون قادمون. استعدوا يا رجال، استعدوا يا رجال. المسلمون قبضوا علينا. يا للهول، ننتظرهم من أمام فيأتوننا من خلف. قد جاءوا وانتهى الأمر. والمعسكر وقع في أيدي المسلمين وسيطروا عليه سيطرة تامة. يا للعنة، ضاع كل شيء، ذهب كل شيء. أرجوك يا مالك فلنذهب قبل أن نضيع. أين نذهب ولم يعد لنا معسكر ولا هوازن؟ نذهب إلى الطائف. أليس الثقيف في الطائف؟
نذهب إلى الطائف. هيا بنا إلى الطائف. فضحنا بين الجند فيقول مالك بن عوف يندب وينوح كالنساء. ألا تكفي الهزيمة يا أخي؟ ألا تكفي الهزيمة؟ وماذا أفعل يا ابن أمي؟ الهزيمة قسمت ظهري وسبي نسائنا وأولادنا مزق قلبي. قد نصحك دريد بن الصمة يا أخي فلم تنتصح. ويلي من طائش متهور لا يأخذ بحكمة الشيوخ والمجربين. ويلي من نفسي على نفسي. أنا السبب، خسرت كل شيء. أنا السبب. خسرت صحيح، لكن ليس كل شيء يا مالك. جيشك كله لا يزال سالما. وماذا أفعل بجيش مهزوم؟ سيكون له نفع وأنت في الطائف ذات الأسوار المنيعة يا أخي. فقط دعنا نذهب إلى قارب بن الأسود، نرى ما نفعل يا مالك. هيا جيشك ينتظر. هيا مرحبا بك يا أبا قتادة. ما الأخبار عندك والرائد لا يكذب أهله؟ لا مقاومة ولا أحد حتى في الطائف. ما السر في ذلك؟ قد كانت مهمتي استطلاع الطريق، ولو أردت عرفت ما بعد الطريق وعدت بالسر. أريد بالطبع، فلا نتقدم ونحن نجهل ما يخبئ لنا عدونا. هيا تحركوا يا رجال لنكمل السير. البوابة
مالك؟ أين أنت يا رجل؟ ها أنا ذا قد رجعت ذليلا مهزوما. حاشا أن تذل يا مالك، تفضل. محمد آت في إثرنا. آت إلى الطائف؟ بل هو أقرب إلينا من حبل الوريد. اللعنة، بأية سرعة يتحرك هؤلاء القوم؟ إنهم يتحركون بسرعة من يريد أن يقطف النصر. قد قلت لكم محمد خطر، قوة لم تعرفها جزيرة العرب من قبل، أعدوا له جيدا. لكنكم لم تفعلوا. الرجل نادم يا سبيع، نساؤه وأولاده قد ضاعوا أيضا. ما فات مات، فلننظر فيما هو آت. أجل، فلننظر فيما هو آتي. الخطر يدهمنا ومحمد يغزونا في عقر دارنا، فماذا نفعل؟ أجل، ماذا نفعل؟ نخرج إليهم أم نبقى خلف أسوارنا؟ رأيي محمد منتصر ونحن مهزومون، فكيف يخرج المهزوم إلى المنتصر؟ هو ذا الرأي السديد يا قارب. إذن نبقى. ها قد وصلنا مفترق الطرق بين نخب والصادرة، فأي طريق نسلك؟ أنأتي الطائف من أمام أم نأتيها من الخلف؟ يقول رسول الله لكي تباغت الطائف آتيا من الخلف يا خالد. السمع والطاعة لرسول الله. هيا يا رجال، هيا. فليرمموا من هناك وليقووا السور، لا أريد ثغرة فيه. علينا أن نركز على المقدمة لا على المؤخرة يا مالك. سنركز على المقدمة والمؤخرة، فلسنا نعلم من أين سيطلع علينا محمد هذا وأصحابه. فليبدأ العمل، لا يعيقهم ظلام ولا نعاس. هيا يا رجال، ابدأوا العمل. خوف على البوابة الرئيسية، وسهرنا متين، لا نخشى اختراقه أبدا. ما عدا المؤخرة. لا يا مالك، لن يأتي محمد إلا من مقدمة الطائف. المسلمون وصلوا إلى السور عند المؤخرة. المؤخرة وهم عد الرمل والحصى. أمر عجيب ورب الكعبة، يطيل طريقه كي يأتي الطائف من خلف. هو ذاك محمد يأتيك من حيث لا تدري. هذا ما كنت أخشاه. هيا بنا إلى المؤخرة. أين أتى محمد بهذا الجيش؟ قبائل العرب تنضم إليه الواحدة تلو الأخرى. لا أدري كيف، لكن حقا كأنه السحر. سحر؟ فلماذا لم تسحر هوازن وثقيف؟ الناس برؤوسهم حيث تميل يميلون. إذن لن نميل أبدا. اطمئن، لسوف نقاتل حتى النهاية.
هو حصار لا قتال يا مالك، بل هو قتال أيضا. انظر، هناك جماعة تقترب. هيا إلى السور، هيا تسلقوا السلالم، هيا تسلقوا السور، هيا. ابتعدوا عن مرمى السهام، تراجعوا 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 واحتموا من سهامهم. هيا صحيح أنهم ابتعدوا عن الأسوار، لكنهم تركوا قواتهم أمام الأبواب. أو تحسب أنهم سيهاجموننا يا مالك؟ لا لا، إنهم يعلمون أنها قوية ولا مجال لاختراقها. إذن يمكننا اليوم أن نطمئن. نطمئن؟ لا. لم لا؟ إن كنا داخل أسوارنا وهم خارجها ولا يستطيعون الاقتراب منا، ثم أن مؤننا تكفي الطائفة شهرين أو ثلاثة. فماذا إن جاءونا بأدوات حصار؟ أدوات حصار؟ نعم، أو تحسب أن محمدا تعييه الحيل؟ معك حق يا مالك، في حصار قريش ليثرب لجأ محمد إلى حفر خندق حولها، فإلى ما سيلجأ اليوم؟ ما أرى مالك إلا آمنا مطمئنا داخل أسواره، وعلينا أن نبحث الأمر، فماذا ترون؟ أرى أن نستغل الظلام، قد تفقدت السور، ثمة مواضع ضعف كثيرة فيه. هناك إلى الجنوب الشرقي الأرض متعرجة والرماة متباعدون، فإذا أحضرنا حبال وكلاليب استطعنا تسلقه بيسر وسهولة تحت جنح الظلام. قد كنت عند رسول الله لما بلغه ما تفكر به، فقال لا تتسلق السور، فرماة ثقيف لا يخطئ له سهم، وهو لا يريد إراقة الدماء ولا خسارة أحد. نحن بأمر رسول الله يا أبا الفضل، هو أدرى منا بما يفعل.
عينيك. وتلك إنها الدبابة. الحمد لرب الكعبة أننا لم نخرج إليها. ما هذا؟ إنها المجانيق ستدك الأسوار لا محالة. كونوا على أهبة الاستعداد يا فرسان رسول الله. لنبتعد من هنا يا مالك. هيا ابتعدوا. إنها فكرة سلمان الفارسي. هيا إنا فتحنا لك فتحا مبينا. صدق الله. عوف أحضر الحبال والكلاليب. هيا ما الذي جاء بك؟ جرحك الذي لم يندم. جرحي قد اندمل وانتهى. على كل حال يقول رسول الله لا تقاتل أحد خالد ولا تغامر في تسلق السوق والإصبع. إن الصبر كان جميلا. السمع والطاعة لرسول الله. هيا
انتظروا إلى أن يصلوا تحتكم مباشرة، انتظروا. ارموا ارموا، لا تتركوا أحدا ينجو منهم، ارموا، ارشقوهم بسهامكم، ارشقوهم بسهامكم، ارموا. إلى جنة الله يا عبد الله، يا ابن أبي بكر، إلى جنة الله. اللعنة عليهم، من أين جاءوا ببرادة الحديد المشتعلة هذه؟ ما أسرع اشتعالها يا أبا الفضل؟ إنها الطائف مستعدة دائما للحصار ومواجهة الأعداء، أعرفها جيدا. خشب المجانيق وجلود البقر سريع الاشتعال، ما العمل لمنع اشتعاله؟ كان علينا عزلها بالطين. هنيئا لك يا عبد الله، هنيئا لك يا ابن أبي بكر، هنيئا لك استشهادك عند أسوار الطائف. لقد قلت لكم علينا أن نستعد لمثل هذه الآلات. صدق حدسك، كم كنت سعيدا وأنا أرى دبابتهم تتحول إلى لهب وجنودهم يفرون. لكن علينا أن نستعد للمزيد أيها الأحمر، فما أحسبهم إلا سيطورون آلاتهم. نطور دفاعاتنا، نصمد ونهزم محمدا وأتباعه. بالتأكيد. لكن تبقى مشكلة واحدة، المؤونة. علينا أن نخفض التعيينات. خالد لا تبتئس، فكر كيف نرد لهم الصاع صاعين. هيا ارجع، هيا. هيا يا حيدر، حركة على السوق.